مع إطلاق مبادرة عام الخير لعام 2017 قمنا بزيارة مستشفى رويال تشيلدرن هوسبيتال في ملبورن. التقينا أيضا ببعض الأطفال المرضى، تناول الحديث معهم. المستشفى حقيقة أعجبني أنه هو صمم بطريقة تكون أكثر قريبة للأطفال، ما يحسون أن هذا المستشفى بالشكل التقليدي. تعرفنا على الأطفال هذين، سألناهم شو تخصصاتهم اللي يدرسونها في المستقبل، قدمنا لهم أيضا هدايا أيضا علمية ساعدهم في المستقبل على النظر للعلم والرياضيات لحد ما يكبرون. شد انتباهي أيضا الطريقة اللي تم تصميم فيها المستشفى. المستشفى أيضا يحضن طلبة جامعيين يقومون ليس فقط ببحث علمي ولكن أيضا بالتعامل مع الأطفال الموجودين. هنالك أيضا شركات خاصة موجودة في المستشفى، فهذا النموذج حقيقة من ناحية تعليم ومن ناحية بحث علمي، تواجد الشركات، تواجد الجامعات والطلبة في الميدان، هو في نظري أنا نموذج جدا مهم، واتمنى إن شاء الله أيضا في المستقبل نطبقه في الإمارات عندنا. ونهاية أرسل رسالة لكل طلبتنا اللي جوا معنا اللي حضروا معنا الزيارة هذه، أنهم يشدون حيلهم ويتقدروا يحصلون فرصة يزورون المستشفى هذا، يأخذون منه خبرات، وأيضا يشوفون أنواع البحث العلمي الموجودة اللي ممكن أيضا نستفيد منها في البلد. شكرا.